بتخفف الحمل. أهلا بكم من جديد. حتى وقت طويل من حياتنا وإحنا بقيت رياضة كمال الأجسام حصرا على الرجال فقط، لكنها اليوم هواية أنثوية على الأقل من وجهة نظر الرياضية الأردنية دانا سومبولوغلو. امتهنت ودرست وتعلمت وعلمت رياضة كمال الأجسام اللي بعيدا عن الرجال حاليا. أهلا وسهلا فيكي. مرحبا، ثانك فور استضافتكم. أهلا وسهلا، حياك الله دانا. طبعا في الوقت الحالي ما اتوقع انه ظل في مجال كافي انه المراه تطالب في حقوقها، اتوقع انت هذا الموضوع تمام. يعني في شيء جميل انه يعني نشوف احنا المراه متواجده في كل مكان، يعني وتعكس الصوره الايجابيه عن دورها في المجتمع وحتى من خلال الرياضات، وهي الرياضه هي بالنسبه لي انا يعني محرك اساسي بالنسبه للجسم. فاحنا نتشرف اليوم في استضافتك دانا. اهلا وسهلا فيك دانا. حدثينا عن انطلاقة دانا في مجال الرياضة. اوكي، انا من وانا صغيرة بلعب رياضة، يعني من وانا صغيرة كان في عندي اشي بخليني دائما انجذب للرياضة. اول ما خلصت مدرسة زي اي حدا بترك البلد بروح بدرس برا. رحت على اليونان ادرس صحافة. بلشت اول كم من شهر بدي اسجل جيم لاول مرة بحياتي. اوكي، اول ما اشتركت بالجيم صرت اروح كل يوم كل يوم كل يوم. بالاخير صرت الاحظ اني عم بتمرن عم بترك الدراسة، فحكيت طب اذا الموضوع لهالدرجه عن جد انا عم بيأثر على حياتي، عم بخليني عم بحس انه هذا المحل الوحيد عم يجيب لي سعاده ما عم بلاقيها بمحل ثاني. فحكيت طب ليه ما ادرس رياضه؟ فتركت الصحافه، تركت كل شيء وحولت درست رياضه. وفعليا كافي الرياضه سعاده، صحيح بتعطي يعني هرمون السعاده بتفرزه بالجسم اكثر. اكيد، يعني مثلا انا بديش اضحك علي لكن انا مسجل مثل ما تقولي نادي يعني وعلى فترات متقطعه، ما بحس في تطور في الجسم لكن انا مرتاح نفسيا، سعاده هي سعاده متواجده. بتعطي هي سعاده صراحه. ما كان هناك يعني اختيارك لكمال الاجسام او هذه رياضه كمال الاجسام هي معروفه لدى الرجال، ورغبه السيدات لما بدهم يمارسوا الرياضه بقول لك انا بخاف تخرب لي كسمي، او مثلا الجسم الانثوي او التفاصيل الانثويه بعيدا عن التفاصيل الرجاليه. كيف انت ما خفتي بهذا الموضوع وكيف طوعت الرياضه مع جسم الانثى؟ وهذا لسه الناس شوي مش عم تعرف فيه. هلا هي في سمعه كثير سيئه على العضلات بالنسبه للمراه، انه اذا ببني عضل رح اضخم اساسا زي الزلمه. انا لي 7 سنين بهاي اللعبه لهلا ما ضخمت الضخامه بدي اياها. كمان ما لسه. اوكي. طريقه الاكل، طريقه التمرين، كل شيء له دور انك اذا انت بدك تضخم العضله او لا. والبنت مش بكل سهوله بتضخم العضله، لانه احنا البنات عندنا نسبه الهرمون الاستروجين كثير عالي، والتستوستيرون هو بيساعد انه نبني عضل قليل. فالبنات عندهم هاي الفكره انه العضل بنبني بطريقه او بتضخم كثير غلط. ما بزبط الضخم غير اذا انت قررتي انك تضخمي والها هالمتعدده وبدها فتره كثير طويله توصلي لها. اوكي، بعيدا عن الهرمونات وبعيدا عن الامور الاضافيه اللي بياخذوها الرياضيين حتى يكون هناك تضخيم للجسم. أكيد. يعني هو كمان في تتكلم الان عن من طريقه علميه، انه كمان حلو انه مثلا لما نشوف احنا مدربين دارسين ليس فقط هويه الرياضه الخارجيه فقط هي كممارسه للتمرين، انت تتكلم عن نظام غذائي متكامل، تتكلم كمان عن مثلا المعرفه في الهرمونات داخل الجسم وكم يحتاج وكم متطلبات، فهذا تعتبري كمان شيء ذو اهميه في خصوصا في رياضه كمال الاجسام. طبعا اذا خلينا نحكي تمرنت بالجيم طول اليوم واكلك كان غلط ما حتوصل لنتيجه. هي دوره كامله متكامله كلها بتكمل بعض، اي عنصر بهاي الدوره بيكون ناقص ما راح توصل النتيجه بدك اياها. اوكي. شاركتي بمسابقات لكمال الاجسام للسيدات داخل الاردن، او في عندنا مسابقات لكمال الاجسام بالاردن وبالخارج، كيف كانت مشاركتك؟ للاسف الاتحاد هون ما حتى الي انا بمحل باتحاد ما في، لانه أوكي. بيحكوا انه هاي او بيعتقدوا انه هاي عكس التقاليد. هلا انا بحترم هاي وجهه النظر. انا شاركت بكندا بشهر 5 اللي مرة، جبت ثاني ميداليتين. برافو. وهون بالاردن يعني لا ما في، بس في صبايا بلشوا ياخذوا هذا النهج لكمال الاجسام صح؟ شوفي انهم يبنوا عضلات في كثير بنات وعم بيعملوا يعني عم بيبنوا بطريقه كثير حلوه، يعني انا عم بطلع انه ما شاء الله في بنات هلا بلشوا يوعوا، وفي كمان بنات لسه اكبر مني بسنين برضه عندهم الجسم ممكن تخيلي انه اوف هالنسبه العضل. بس انه بطولات ما بيشاركوا.
لانه فيش دعم عندنا هون ليقدر فيش يساعده. دعم وبتخيل يمكن برضه تعرفي كيف العادات والتقاليد هون ثقافه سائده ثقافه نعم. كثير يعني عند هذا الموضوع شوي صعب انهم يتقبلوه بس اكيد برا الوضع كثير غير فهذا لجوء البحر الوحيد لبرا يعني في هسه في من خلال تدريبك انت مدربه الان في الوقت الحالي معظم اللي يجوكي من يعني متدربات عندك ايش مثلا طلباتهم مثلا او شو النمو يعني البرنامج اللي حابين يستمروا عليه هم يعني اكثر جمله كنت اسمعها بدي عضل بس من زيك هاي ليه اوكي بحكي مثلا بتعرفي البنات يوجوالي بيركزوا مثلا على منطقه الارداف الخصر يكون صغير جسم يكون مشدود متخلص من الدهون هاي اكثر يعني هاي اكثر الجول تبعهم او الهدف تبعهم بس يس يعني احنا قاعدين نستعرض بعض الصور على الشاشه عندنا لإلك دانا حثينا هون حثينا عن بعض الصور هيك سريعا اوكي هذيك الميداليتين اللي فزتهم من كندا اوكي هون كنت عم بجهز اوكي هاي هلا هاي الفتره شوي عم برجع اضخم عشان اجهز البطوله الجايه اللي بعديها اوكي هاي وانا كنت بكندا مرنت كم من يوم بالجيم هناك قبل البطوله ما بتهم يعني والله يعني العضلات كل عضلة مستخدمة يعني الصراحة فقديه هذا بده شغل وبده مثابرة وبدك تضلك بالجيم لفترات طويلة وبدك ينصب كل اهتمامك بالرياضة وكيفية الاعتناء مثلا بالعضلات وبإبراز هذه العضلات الموجودة بالجسم هلأ رياضة كمال الأجسام هي يمكن الرياضة الوحيدة بالعالم اللي تتطلب 24 ساعة جهد صحيح منك. نوم بيأثر عليك إذا أقل من 7-8 ساعات بيأثر عليك الأكل إذا قصرت بوجبة واحدة بيأثر عليك التمرين إذا ما عم تعطي كل جهدك برضو بيأثر عليك كل إشي دخان شو بتاكل شو بتشرب كل شيء بيأثر أوكي. فهي اللي بده يدخل بهاي الرياضة دورة متكاملة لازم يكون عارف انه هاي مش بروح على الجيم وبروح باكل وجبتين وبخلص هي 24 ساعه حياه صحيه بشكل او باخر حياه صحيه بس زي كانك داخله بالجيش يعني بدك كل شيء الوجبه على الوقت انا وجباتي كلها على الوقت بالضبط بحاول دائما نومي ما يقل عن 7-8 ساعات الجيم روحت عليه لازم تكون تقريبا نفس اليوم نفس الساعه بكل يوم فبكون نظام يعني في هذا النظام اللي انت تتكلمي عنه الان دانا هل انت سعيدة في هذا النظام اللي انت ماشي عليه في حياتك انه كنظام نوم ساعات معينة كوجبات اكل على الموعد شيء معين ما بتقدر مثلا تكسر القاعدة في يوم من الايام هل انت سعيدة في هذا النظام اللي انت بنيته يعني يمكن ما حد يصدقني بس هو الوحيد اللي بيجيب السعادة اللي ما الاقيها باي مكان ثاني اوف طب غيرتي شيء من عاداتك بعد ما دخلتي الرياضه كنت مثلا بتدخني كنت مثلا عمري ما دخنت التدخين عندي يا لا من اول يوم حياتي جنك فود مثلا جنك فود انا هلا يعني انا هلا البطوله الجاي المفروض الجنك فود يمكن اقطعه لحد شهر 7-8 الجاي عشان يمكن اكون مره مرتاح حسب هلا في كوتش مجهزني يعني الوجبات لازم تكون نظيفة كلها فغيرت طريقة أكلي طلعاتي أطلع بس مرة بالأسبوع لأنه ما بلحق مع الشغل طبعا ومع التمرين كل شيء تغير الأواعي بتضطر تجيبي غيره كثير أشياء يعني دائما إحنا قاعدين بنقول أنه الرياضة هي شيء جميل لابد منه لكن في بعض الأحيان بتحط لك قيود بالنسبة لي يعني في بعض الأحيان يعني بقول لك أنا زلمة يعني بحاول إني ألتزم كثير لكن تعرف كمان طبيعة المملكة الأردنية الهاشمية في أكلات عندنا شحن جسمه وخاصة هم إذا واحد بعزك بيجيبك على العشاء فهو دائما النظام الغذائي اللي أنت بتحطيه لإلك هل أنت بتحطيه أو مثلا في ناس مختصين بحطوا لك هذا النظام الغذائي اللي أنت تمشي عليه هلا قبل البطوله في الفتره الطويله هي خلينا نحكي مدار السنه او نص سنه اللي هي اسمها اوف سيزن بهاي الفتره ممكن انا اجهز حالي لحالي بس هلا البطوله الجايه اللي انا رايحه عليها هي برو كواليفاي بتاهلك ان تكون محترف فعينت كوتش من امريكا اسمه مات الين هو عم بجهز معي هلا فمن هلا احنا ماسكين الوجبه من هلا كل وجبات حتى بوزنهم انا كل يوم بوزن اكلي كل وجبه بدي اكلها لازم اوزنها اكثر اقل ما بزبط يعني كل شيء علمي طب نوعيه الاكل ايش بتكون هل هي بروتين اكثر خضار اكثر كربوهيدرات
برضه بيعتمد اذا احنا اوف سيزون او اون سيزون قبل البطوله او بعد او قبل البطوله بفتره. اذا قبل البطوله بفتره بنرفع شوي الكربوهيدرات، اذا قبل البطوله بصير شوي بنلعب شوي بالكربوهيدرات، ممكن نقلل ممكن نخفف ممكن حتى يكون ما في بالمره حسب شو النظام احنا فيه، بنرفع شوي الدهون من كله بتبع انت شو الجول بدك توصلي له. والمي والمسادين المي لازم دائما تكون شغاله. المي ضروريه كثير، زي ما احنا بنعرف انه الجسم بيتكون خلينا نحكي من 60 ل 70% من جسم الانسان، واحنا كل ما نكبر بالعمر كل ما بتقل نسبه المي بالجسم، فاحنا لازم نزيد شرب المي. لحدا بتمرن انه احنا بنعرق كثير فافراز اكثر، فلازم نعوضه اكثر. شوفي هو من الصبايا مش كثير بحبوا العضلات بالجسم وبحبوا في التفاصيل هاي تبين، يعني حتى كمان بيخفوا عمرهم من خلال عدم تبين هذه العضلات. فكيف اجتك الجرأة انك تضلك هيك ومتوقع انك تستمري لعمرك يصير 50 سنة 60 سنة؟ يعني الشيب له يعني وقته، فكيف انت متعاملة ومتأقلمة مع هذا الموضوع لانه اشي بحبه؟ هلا اللي زي شفناها بالصور هلا كثير في مبين تفاصيل. هلا انا بفتره حوالين وقت يعني هاي اظن يعني كم من يوم من البطوله، باقي لي 4-5 أيام من البطوله. بالاوف سيزن رح ازيد نسبه الفات عندي، الدهون حيزيد، نسبه الدهون صار حتزيد عندي، فشوي حيتغطى هاي التفاصيل بتحكي عنها. هي المنظر بالنسبه للناس مو حلو بس بالنسبه لي حلو. طبعا 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 هذا جهدك اللي يبين يعني. وطبعا بدي اكمل لانه ما بتوقف بس على بطوله واحده او تنتين، لانه انا بدي هلا المفروض انه بهاي البطوله الجاي ان شاء الله اني احترف فيها ان شاء الله، وبكمل من احتراف من بطوله لبطوله لحد ما اوصل العالمية. هذا يعني ان شاء الله ان شاء الله. انت ماخذيتها كنظام للبطولات ويعني شغله بالنسبه تبحثي فيها عن شيء، ولا ماخذيتها كنمط حياه؟ لا كنمط حياه اول شيء، ومنسجمه مع هذا النمط بالكامل. انا بحب النظام، ما بعرف لما الشيء يكون فيه نظام هيك بحب، لما احس الشيء ما له قوانين ببعد عنه. يعني انت قاعده تسولفين على اقل شيء قاعده توزني اكلك، يعني كيف انت قاعده توزني اكلك؟ انا يعني لا بوزن، انا على البركه على السبحاني. انا التوزيع مدار السنه مش وقت البطوله، يعني حتى زمان البطوله لازم اوزن. يعني ناس مثلا اوكي احنا دائما يعني دائما بنشوف حلو الواحد، انا بيعجبني الشغله، انا مثلا لما يكون رد يعني الشخص يبني شغله احيانا بتكون مثلا معارضه للبيئه المحيطه في الشخص، لكن حلو دائما الشخص يكون على ثقه تامه بهذا الشيء انه انا ما انا شايف غيره. بتشوف انتقادات من البيئه المحيطه لك، من اهلك من قرايبك مثلا، انه كونه هذا الشيء غريب عندنا في مجتمعاتنا؟ اكيد، واكيد بدايه الموضوع انا بلشت ب 2012 من اوليتها، خلينا نحكي قبل كم من سنه كان كثير انتقاد، بس اظن هلا يا انهم تعودوا يا انهم استسلموا. يعني يعني فظيعه، يعني خلص اللي عندها عندها ما. يعني هي مستمره، اما يفنوا او يفنوا، ما فيها مجال يعني. صح. فيعني دائما احنا دائما في عدة استضافات يعني بنشوف وجه الشابة هذه الجديدة، دائما ما بنتمنى لها كل التوفيق والخير والعطاء الأكثر في مسيرتها. وكافي يعني أنت عندك المجال أكثر في هذا، يعني صراحة أنا يعني بنبسط لما تكون في مرة عندها هدف وحلم وتحققه، بغض النظر كان رياضي كان تحقيق حلم بمجال معين. وحلو انك مثابرتي بالرغم من كل المعارضة الموجودة حواليك، حتى عنا اتحادنا بعرض هذا الشيء، لا انه انت ضليتي اهتماما منك انه انت كفتاة وكأردنية حابة تعلي علم الأردن وتبيني انه قديش المرأة الأردنية هي قادرة على فعل ما هو غريب وما هو مختلف، انه هي بتآمن بحالها وبقدراتها. دانا كتير فخورة فيكي وكتير فخورة انه ضليتك ورا حلمك، وبالرغم من كل الصعوبات ان شاء الله يا رب هيك مستضيفك وحاصله على المركز الاول، وهيك بتفتحي بلكي انت خليتيها تفتح المجال للعديد من الصبايا من خلال هذا المجال، وبلكي يعني هيك التفتوا لك شوي يعني الدعم من النوادي، وان كان ايضا دعم من يعني المهتمين وخصوصا وزاره الرياضه والاهتمام مثلا بهذا الامر. بدي اشكرك واشكر تواجدك معنا. هيك كثير كثير اهلا وسهلا. خلينا نروح بما انه احنا بمجال الرياضة.